الباحثون السوريون سنعيد كتابه العلم بابجديه عربيه الكربون يرتبط بالست ذرات لاول مره تدهشنا الكيمياء باستمرار بكل ما هو ثوري وخارق للطبيعه ومن المسلمات الأساسية في الكيمياء أن الكربون رباعي التكافؤ وهو المكون الأساسي للمادة الحيوية التي تكوّن أجسامنا، إلا أنه لأول مرة قد تم رصده مرتبطاً بست روابط وليس أربعة فقط. تابعوا معنا التفاصيل في هذا المقال. يشكل التكافؤ الرباعي للكربون والمخطط سداسي الشكل لحلقة البنزين حقائق مسلم بها في الكيمياء العضويه وقد تم وضع هذه القواعد قبل 150 عام من قبل كيكولي وقد سحل الكيميائيون منذ القدم جراء ايجاد استثناءات لهذه القواعد بدءا منذ الستينات عندما حضرت النظائر المتكافئه من البنزين عبر عمليات اصطناع كيميائيه معقده تتشارك الذرات الالكترونات فيما بينها مشكله الجزيئات ويمتلك الكربون اربعه الكترونات يمكن ان يتشارك بها مع ذرات اخرى ولكن ضمن شروط محدده فان الكربون يمكن ان يتمطط خارج حدوده كما يقول موريتس ماتشويسكي الكيميائي في جامعه برلين الحره والذي قام باصطناع ودراسه جزيئ المسماه سداسي ميثيل بنزين تقليديا يتجمع سداسي ميثيل البنزين على شكل عجله مركبه ويتكون من ست ذرات كربون تنتظم بشكل حلقه سداسيه مع اذرع اضافيه من ذرات الكربون تنشأ من الحافة الخارجية للحلقة، وما يستحق الملاحظة بشكل خاص هو تحضير العالم الألماني هوغفين سداسي ميثيل بنزين ذي الشاردتين الموجبتين تحت شروط فائقة الحموضة في العام 1973، والذي حدد فيها البنية الهرمية الخماسية الشكل اعتمادا على التحليل الطيفي بالـ آر ودراسات الفعالية. حيث قام باستبعاد الكترونين من المركب وتشير الدلائل على انهيار المركب الناتج ذي الشحنة الموجبة على نفسه وشكل الهرم ووفقا لإعادة التنظيم هذه فهناك ستة الكترونات متاحة لربط قمة الهرم مع ذرات الكربون الخمسة المتبقية في الحلقة وللذراع الكربوني الإضافي إن أفضل وصف لحالة الربط في المثان المبرتن الميثان ذو البروتون الإضافي CH5+, والتي تمثل الشكل الاكثر بروزا للكربون خماسي التناسق يكون كثلاث مراكز لرابطه من الكترونين بين CH3+ وH2 ولكن استخلاصه بمقادير كبيره كان امرا محيرا. مؤخرا تم استخلاص نوربونات ثنائي سيكلوهيبتان وان الرابطه سي سي في هذه الأصناف بطول 1.39 أنغستروم، تتداخل مع مجموعة الميثلين الشجبية الكربون من على بعد 1.80 أنغستروم، والذي يمكن أن يبرر بتواجد الرابطة الثلاثية المركز ثنائية الإلكترون. هذه النتائج قد شجعتنا لمحاولة عزل C6CH36+2، حيث يرتبط الكربون السداسي التناسق بشكل حصري مع ذرات الكربون. وفي التشابه الجزئي مع عناقيد البورون الفقيرة بالإلكترون تتنبأ قواعد ويد بهندسة هرمية خماسية للـ C6H6 2 وفي العام 2014 قامت مجموعة رويثوفا بالتحري عن هذه الأصناف بعد عملية تأيين مضاعفة في الطور الغازي باستخدام مجهر الأشعة تحت الحمراء في درجة حرارة أقل من 4 كالفن وعلى غرار التناظرية فإنه قد تم تشويه أنواع سداسية الحلقة بشكل كبير وعلى الرغم من أن هذه النتائج قد جعلت من الواضح أن عملية استخلاص كاتيونات الكربون الخماسية الهرمية أمرًا محيرًا إلا أن ثباتية هذه الأصناف يمكن زيادتها عبر استبدال ذرات الهيدروجين ببدائل أكثر قابلية لمنح الإلكترونات. هنا نعرض البنية البلورية لـ C6 CH36+2 SB56-2 HSO3F والتي تظهر البنية غير التقليدية لهذه العناصر بحيث تمثل ذرة الهيدروجين بكرة بيضاء وذرة الكربون بكرة رمادية كما أزيل الذرات sb 56 2 HSO3F ليظهر الشكل الهرمي بصورة أوضح